دريتشي يا أخي. نصيحة مني لا تفوت لعندها أحسن. لو نفع بشي، بس لو نفع بشي على الأقل، لو استحق جسور هالعذاب، لو مستاهل، بس جسور اللي وصلني لهالحالة، ويا ريت تستاهل. خلاص يا سوهان بكفي بقى. شوفي سوهان، طبقوا قوانين كورلوداك. لما يأمر تحسين بيك الكل لازم ينفذ، أو مثل مو شايف قدامك ما ضل ولا عام من عندي. دقيقة اهدي، اعدي شوي، خلينا نتفاهم ونفكر بحلول. ايه طبعا الحلول موجودة عندك، واكيد في عندك خطة لهي المشكلة. بعرف انه كل شي عملته انت مخطط له من اول ما شفتك، ما كان في شي طبيعي، كله كذب وكله خداع. اطلعي شيري. لك انا بكرهك، لك انا بكرهك، اتركني بحالي، يلا اطلع من هون بسرعة جسور. ايه اهدي، شو صار لك؟ احكي لي شو اللي صار. كله كذب، كل شي حواليه كذب، ما عاد قدران اتحمل. قولي لي شو صاير هون سوهان، ووقفي حاجة تكسري، فهميني فورا شو الموضوع. اساسا شو ضل بحياتي ما تكسر لحد هلا؟ انا حياتي كلها تخربت من وقت يلي عرفتك. والله خربت كل شي، وصارت حياتي بسببك فوضى، كله بسببك جسور. سوهان لو سمحتي روقي واهدي وفهميني شو الموضوع. شفتي شو صار هلا؟ ليكن رجعوا تخانقوا مع بعضهم. انت كنت عرفان بوصية امي من الأول، عارفان لما نتزوج بتصير المزرعة إلي، لا تخبي علي. طيب وإذا بعرف تزوجتك مشان هالشي؟ اللي بس أنت لحق تجمع كل هالمعلومات. آه لك قديش صار لك عم تخطط وتعمل دراسات عن عائلتنا؟ أحكي. سوهان خانم، عفواً، بحب ذكرك إنه أنت اللي طلعتي بوشي بالصدفة. لك خلاص سكوت، ما عاد بدي أسمع كذبك أكتر من هيك. أنت مخطط لكل شي وحطيت السلك تحت السرج. أنت حطيته. قالوا لك انه انا حطيته؟ ها؟ هو ما عم ينكر. مستحيل يعمل هيك شي لو شو ما صار. طيب قلي ليش انقذتني؟ ليش ما خلتني موت بوقتها وخلصت مني ببساطة؟ كان ابي رح يتضايق كتير. ولا لا بدك تعذبه لتحسين كورلوداك وتاخد بنته منه، صح؟ بدك تقتله شوي شوي، ولهيك تقربت مني مو هيك؟ زرعوا براسك هالأفكار وللأسف أنت صدقتيهم. إيه أنا صدقت، مظبوط، وليش لحتى ما صدقهم جسور؟ فكرت ولقيت إنه كل شي ممكن وفي احتمال جسور يساويها، وليش لا؟ شو اللي بيمنعك؟ روقي سوهان، ما في شي صحيح من اللي قالوه، دعي. لا تقرب علي ولا تحاول تروقني لو سمحت، معصبة كتير وزعلانة منك، بنفس الوقت مرتاحة لأنه أنا اكتشفت حقيقتك وبطل في شي مخبى عني. من جهة أبي، ومن جهة تانية انت طلعت مثله ظالم وما بتفرق عنه. بس اوعى تستخف فيني، انا بنته لتحسين كورلوداك. ماشي يا بنته لتحسين كورلوداك، وصلت رسالتك كتير منيح، كلمة كلمة حفظتهم وخلص انطبعوا هون. ايه وشو رح نعمل؟ رح نجي هلأ ننسى كل شي صار بيناتنا، ورح ترجع لعند أبوكي. ها؟ روحي لعنده. شو ناطرة سوهان؟ رح بعد عنكم اتنيناتكم. طيب وعن مين رح تبعدي أول شي؟ بس يكون بعلمك مو أنا سبب بهذا الشي. أنا بعرف شو بدي أعمل، لا تاكل همي. كيف يعني ما اكل همك؟ شو رح تعملي سوهان؟ فهميني. خلصنا، هلا مو وقت كبر الراس ابدا، هلا لازم نقعد ونفكر. سوهان طلعي فيني، انا لحد هذا اليوم ما تصرفت ولا تصرف ممكن ياذيكي، سمعتي؟ لحد اليوم، ومستحيل اعمل شيء يضرك، بينما تحسين ما فرق معه شغلك وضرك باكثر وقت انت فيه بحاجه للشغل، مزبوط؟ لك فكر منيح سوهان، انا وياكي بنفس الصف صدقيني. ايه طيب ماشي، بما انك ما رح تاذيني أثبت لي يلا. شو الإثبات اللي لازم أقدمه؟ بتوقع على ورقة طلاقنا. برافو عليك يا سوهان. اسمعيني منيح، تأخر الوقت على هالشي، كان لازم ما توافقي على الزواج مني. هيك رأيي. ليك جسور، أنت طلعت طماع أكتر من عادلة. سوهان أنت صرتي تجرحي بالحكي وتهينيني، وهالشي ما بقبله أبدا، ديري بالك. Ha ha ha.
على الأقل ماني خبيثة.